السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بدرس خمسة وتلاتين من سلسلة أفزك اليوم عشر كلمات باللغة الألمانية جبت دفتر وقلم وتابع معي درس أول بأول أنا راجع دروس اللي أخذناه وناخد درس جديد شو معنى جيرن شو معنى شبيت شو معنى فرو شو معنى كورتس شو معنى آلت شو معنى شتارك شفاخ يلا نبلش بدرس جديد عنا اول وحدة شنال 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 يعني سريع شنال اكسو لانجزام لانجزام حرف الاس بس تجي بعد حرف الصوتية تنفع الزي لانجزام لانجزام يعني بطيء شنال لانجزام اولى شنال لانجزام شنال لانجزام أنا اللي بعده زوس زوس حرف الاس بس تجي بعد قبل حرف صوتي او احرف ام لو بنحاول مده زوس شوف جاب كمان بعد حرف الاس فصار ز زوس يعني حلو او لذيذ حلو سأقول في زوس يعني شد حلو يعني زوس أنا اللي بعده زالتسش زالتسش يعني مالح زالتسش جوس زالتش أنا، وارم 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 ساخن او دافئ مثلا حار وارم وارم يعني دافئ عكسه كالت كالت يعني بارد وارم كالت وارم كالت انا اللي بعده فيل فيل يعني كثيرا فيل عكسه فينش فينش يعني قليل فيل فينش فيل فينش انا اللي بعده فيس فيس يعني ابيض فيس شوف حرف الاس اس بس تجي قبل حرف صوتي نحاول نمده قبله فيس فايس يعني أبيض عن عكسه شوارتس شوارتس يعني أسود شوف حرف الاس سي هاب مع بعض شين شوارتس يعني أسود فايس شوارتس ولا فايس شوارتس فايس شوارتس وهيك بكون خلصت هذا الدرس يا شباب بتمنى منكم اشتراك وتابعوني اول باول حتى استمر نشر دروس أكثر ادعوا لنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته